ألم المرض لم يكن آخر المطاف بالنسبة للمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة التأميم، حيث يواجه المواطنون في المحافظة عقبات كثيرة بسبب تردي الواقع الصحي في المحافظة واضطرارهم لدفع الأموال للحصول على الدواء أو أي خدمة يتلقونها هناك. والله معاناة كثير على المستشفيات وعلى المراكز الصحية، من جاي القرار من الوزارة عن وصولات، عن كل معاملات، يبدأ من معاملة أو إشاعة أو مختبر. استحصال الرسوم في المؤسسات الصحية بشكل واسع ليشمل رسم دخول السيارات والأشخاص إلى المستشفى دفع المواطنين للقول بأن الواقع الصحي في المحافظة أصبح تجارة أكثر من كونه حالة إنسانية. طبعا المستشفى 2000 دينار، ذبن مثل الشخص ترجع منا ياخذون 1000، منا ياخذون شو اسمه باص 3000، مسوي تجارة صالحة. تجارة أكيد مسوي تجارة، مو من صالح المواطن، مو من صالح المواطن هذه. عدم توفر أغلب العلاجات والأدوية في مستشفيات المحافظة اضطر أهالي التأميم لشراء الأدوية من الأسواق التجارية التي أرهقت كاهل المواطن وشكلت عبئاً إضافياً عليه. تروح يكتب لك وصل بعدين 3000 ريال للعلاجات، تروح للعلاج يقول والله ما عدنا علاج لازم تشتري برا، ما متوفر علاجات. إشاعة هم بالنسبة للإشاعة ما إشاعة هم فلوس، تنام تسوي طبلة 25000 طبلة. والله اكو ما عنده، اكو انا جاي لمريض يبكي، والله وياه انا عندي مريض شايفه بالمستشفى هو عنده مريض، يعني يقول ما عندي فلوس اقص الطبله، بكت تعطيني فلوس. وعلى الرغم من المبالغ الكبيره التي تستحصلها المؤسسات الصحيه في المحافظه الا ان الخدمات ما زالت لا ترقى الى المستوى المطلوب. هاي الفلوس وين يروح؟ هاي الفلوس انا ادفع 5000، باكر اجي عندي مريض منطي 25000 طبله. مسوي إشاعة ما إشاعة، يعني تقريبا خليت 40000 بالمستشفى، بقيت يومين بالمستشفى، زين هاي الفلوس أنا ينطيك، أكو ياما مثل يجي ينطي 40 50 30000، ينطي مثلا 5000 دينار، هاي الفلوس وين يروح؟ توفير الخدمات الصحية من قبل الدولة هو جزء أساسي تقدمه الحكومة للمواطنين، إلا أنها لم تلتزم بتوفيره لهم على الرغم من المطالبات الكثيرة والمستمرة. كل شيء نطالب ما يسوي، أي شيء يطالب ما يسوي، شيء كل شيء ما طالب. الله ينتقم على الظالم، الله ينتقم على الظالم إن شاء الله. ويبقى الواقع الصحي في العراق يعاني تراجعا واضحا في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية منذ مجيء الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى الآن، بالإضافة إلى تدهور البنى التحتية للمستشفيات وآفة الفساد المستشرية في أغلب مؤسسات الدولة.